النادي الرياضي الصفاقسي وبعد تعثره في جولة الفارطة ينتصر على الترجي الرياضي الجرجيسي في ميدانه بثلاثة أهداف مقابل هدف. ويبدو أن المباراة المتأخرة اللي خاضها الترجي الجنوب أمام الترجي التونسي واللي انتهت بالتعادل أثرت على مردود أبناء الغرايري. رسق مرتفع بدأت به المباراة، العائد سلام القزاوي بتسديدة مباغتة كدي غلط الحارس النوالي. الرد كان من علاء الدين عباس اللي سدد مخالفة قوية تصدي لها جريدي على مارتين. ماهر الحداد يتوغل على الجهة اليسرى يوزع وشادي الهمامي ما يضيعش يمضي على الهدف الأول لفريقه والثامن في رصيده في البطولة. سيطرة زملاء شاكر البرقاوي تواصلت فيها الشوط وتعددت المحاولات لكن التجسيم كان غائب. الترجي الجرجيسي يعتمد على التمريرات الطويلة والكرات الثابتة لكن دون فايدة. الشوط الثاني دخلوا أبناء الغرايري بقوة وكادوا يعدلوا نتيجة ورأسية ماهر عامر يحولها جريدي للركنية. سلام القصداوي يتوغل على الجهة اليسرى ويوزع كرة زكريا الليفي اللي سجل هدف الثاني للسي اس اس. فخر الدين بن يوسف يكسر حاجز التسلل وجه لوجه مع النوالي ويتغلب عليه في الحوار الثنائي ويمضي على الهدف الثالث لفريقه. من جديد ركنية للسي اس اس وهدف رابع يلغي الحكم بداعي التسلل. الترجي الجرجيسي ما استسلمش وحاول يذلل الفارق لكن الجريدي كان متألق أمام هالمحاولات. ماهر عامر يتوغل يسقط في منطقة العمليات والحكم يوسف السرايري يعلن عن ضربة جزاء ينجح في تنفيذها ماهر عامر وسجل الهدف العاشر ليه في البطولة لتنتهي المباراة فوز النادي الصفاقسي على نتيجة 3 أهداف مقابل هدف. ما عندناش الإمكانيات باش نجمو نلعبوا مباراتين في الحجم هذا في ظرف 48 ساعة لكن نقول أنا مباراة النسيان لأنه باستثناء 25 دقيقة اللي كنا واقفين فيهم كما ينبغي بعد الهدف خرجنا من التركيز وعطينا مساحات حبينا معناتها نعملوا رياكسيون ونربحوا الماتش هذا نجيبوه معناتها على خاطر الانترونير وعلى خاطر ضاعوا علينا نقاط كيف الفارغ كاو حابين نعمل ريكسيون ما كانتش كونتر سي اس اس ان شاء الله كونتر ليتوال نحاول كيفاش نجيبو تروبو ان شاء الله. احنا اليوم عرفنا كيفاش نلعبوا وعرفنا كيفاش نجريو كره في الوسط حفظنا برشا على الكره خليناهم يجريو ورا الكره وهذا كل معناتها حضرناه باش نخليهم يتعبوا بلو فيت. الحمد لله نجحنا اليوم بالرغم اللي ضيعنا برشا اهداف زاد سهله ما سجلنا 3 اهداف واحده معنا 3 شيء معنا نتيجه باهيه الحمد لله جهزنا المباراه قبلها معنا ب 4-5 ايام معنا الحمد لله وفقنا ربي اليوم ربحنا 3 شيء معنا نتيجه باهيه فرحنا جميل الصفاقسي الحمد لله ان شاء الله نفكر في المباراه الجايه ان شاء الله نفرح الجميل الصفاقسي ان شاء الله.